من صوت لبنان. نستهل النشرة بالعناوين. صباح الخير. اليوم مجلس وزراء بالكمامات خاص بالكورونا ولا تغيير في سياسة الأجواء المفتوحة. حجر بمنتجعات أو مراكز كشفية بالمناطق. ولا إصابات في الكازينو، وسيكون معنا في سياق النشرة مدير عام كازينو لبنان. وحكومة تحت الماء بانتظار سفينة التنقيب. اليورو بوند، هل يدفع لبنان الفوائد كبادرة حسن سلوك؟ وهل طار السادر؟ السفير السوري لأول مرة في السراي منذ 2005. اليوم مجلس وزراء بالكمامات لمعالجة جرثومة الكورونا، واليوم مجلس وزراء تحت الماء ترقبا لوصول سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز. أما من غير اليوم فلا أحد يعرف المصابين من الناجين إلا بعد العزل الذاتي، في وقت بقيت حدود لبنان الجوية والبرية والبحرية مفتوحة أمام الوافدين من المناطق المحظورة. أما من غير اليوم أيضا مسألتان، الأولى اليورو بوند التي تقول آخر المعلومات أن لبنان سيدفع في 9 آذار الفوائد المستحقة كبادرة حسن سلوك مالي على أن يصار إلى إعادة جدولة أصل الدين. الثانية معلومات يقال إنها صارت بحوزة رئيس الجمهورية عن الاسم الثلاثي لكل من مهربي الأموال إلى الخارج وأرقام الأموال المهربة حتى آخر سنت. بعثة صندوق النقد تنتظر الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لخفض حجم الدين العام، بعدما أوصى الصندوق بضرورة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اللبناني من نحو 150% إلى ما دون 100%، وبضرورة إيصال هذه النسبة إلى نحو 80%، وضرورة خفض العجز من أكثر من 11% حاليا إلى ما بين 3-4% حدا أقصى. وبين المقترحات التي طلبها لبنان إعادة جدولة الدين مع خفض الفوائد المستحقة وصولا إلى شطب جزء من الدين ما قد يطاول حاملي السندات الأجنبية. هذه المقترحات لا يمكن في أي حال السير بها من دون اتفاق مع الجهات الخارجية من حملة السندات، وإلا واجه القطاع المصرفي خطر الانهيار، وواجهت الدولة خطر إعلان إفلاسها ومقاضاتها أمام المحاكم الدولية. وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي أعلن أن الحكومة لم تتخذ قرار عدم دفع سندات اليوروبوند بعد، ولفت إلى أننا لسنا أمام خيارين فقط بل أمام خيارات متعددة، وقال للـ LBCI إن المهم إنجاز خطة إنقاذ قبل 9 آذار، كما وضع خطة أخرى شاملة ستتطلب وقتا أطول. هذا ورست المشورة القانونية للحكومة بخصوص اليوروبوند على مكتب كليري غوتليب ستين أند هاملتون، فيما لم تعرف بعد شركة الاستشارات المالية التي ستختارها الحكومة. والسؤال هنا، هل طار سادر؟ حقيقة الأمر أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير تحدث أمس من أبوظبي عن خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية، من بينها برنامج صندوق النقد، مضيفا أن كل دولة ستقرر بطريقة سيادية ماذا ستفعل. لومير أعلن أنه بحث الوضع اللبناني مع المسؤولين في دولة الإمارات، موضحا أن البلدين سيقرران بشكل منفصل ما إذا كانا سيساعدان الحكومة اللبنانية ووفق أي سبل. الرئيس أمين الجميل قال لي فرانس 24 إن الحكومة لن تكون قادرة على المشروع الإنقاذي للبنان من دون توفر الدعمين العربي والدولي، وتحدث عن موضوع استحقاق اليوروبوند. بما يتعلق باليوروبوند، في الآن حيرة كبيرة على الصعيد الحكومي، وأعتقد بأنه من الصعب حل هذه القضية بدون مساعدة من قبل مجموعة من الأطراف، لا سيما الأطراف العربية والغربية، لأنه المأساة المالية كبيرة جدا، ونعاني الآن من مأزق خطير
لا سيما على صعيد فقدان الدولار من البلد ومجموعة من المشكلات المالية والاقتصادية التي تعيق المسار الوطني. ودعا الرئيس الجميل إلى تطوير النظام من ضمن المؤسسات. هناك إشكالات كثيرة وملاحظات حول اتفاق الطائف، فلذلك من الضروري اليوم أنه يكون في لقاء وطني جامع تتم قراءة هادئة للنظام اللبناني، وأن نتوصل إلى تطوير هذا النظام من ضمن المؤسسات الدستورية. فالشعب اللبناني طالب بإلحاح أولا بحوكمة رشيدة، وهذا الشيء الأساسي، طالب بتحقيق السيادة الكاملة ولا تتمتع بعض القوى بسيادة ذاتية على حساب السيادة الوطنية. تطوير النظام لجهة الموضوع الطائفي، تجاوز ما يسمى بالمحاصصة بين الطوائف التي تشكل عائق أمام تطوير النظام وتطوير المؤسسات. في آخر بورصة الكورونا، أربع حالات تخضع للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري نتيجة الاشتباه بإصابتها بالفيروس، فيما الحالة الوحيدة الثابتة إصابتها لا تزال في وحدة العزل. ومعي مباشرة مدير عام كازينو لبنان أستاذ رولان خوري. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. طبعا فوجئنا بخبر مدسوس، خبر كاذب، خبر شائع، خبر صحيح. بدنا نسألك، هل فعلا في إصابة سجلت في الكازينو أو الخبر تنفيه جملة وتفصيلا؟ صراحة نحن مثلك فجأنا مبارح بهذا الخبر على سايت الميادين، اللي كمان الميادين نفيوا هذا الموضوع أنه منه موجود عندهم. نحن للحقيقة كمان فجأنا، فما عرفنا شو هذا السبب. فأنا بلخص الموضوع بثلاثة مواضيع. يعني إذا حدا كان عم بيمزح، عيب نمزح بأمور هالقد صحية وقتلانين هم اللبنانية، وإذا كان للأذى كمان عيب أكبر فرح سياحي بلبنان ندق فيه ونأذيه. وإذا كان بالسياسة كمان منقلهم بعهد رولان خوري بكازينو لبنان ما في سياسة، سياسة برات الكازينو. فأنا بتمنى يتركونا نشتغل وخلوا هالكازينو يقطي هالمرحلة الصعبة. وأكثر من هيك، أنا بقول لكل الزوار إنه الكازينو عم بياخد إجراءات بحال تطور هيدا الفيروس بلبنان، بس لحد هلأ الأمور مضبوطة، ونحن ما في شك رح ناخد إجراءات بحال صار شيء زيادة. أنا رح زيد كمان حالة رابعة، إذا واحد خسران وطلع هالخبر خلي يجرب حظه مرة تانية. هل اليوم رح تاخدوا أي تدابير استثنائية للتأكد من أنه من خلو موظفي الكازينو أو رواد الكازينو من أي حالة؟ ليك صراحة يعني هي إشاعة وما في منها شيء. يعني حتى الشخص اللي بعته صورته ما كان، هذه صورة كتير قديمة بالكازينو عمرها فوق السنتين. فاليوم نحن رح ناخد إجراءات بالمرحلة اللي جاي. يعني نحن عم نجرب نشتري كاميرات هلأ بيشوفوا حرارة الإنسان، ورح نجرب نجيب المواد اللي بيقدروا يغسلوا إيديهم فيها اللعيبة والزبونات. بس لا، ما في شيء خطر أبدا. الموظفين كلها بالكازينو، نحن الإدارة بالكازينو، والحالة بالخير. ما في لزوم لكل هذا الشيء. استزروا الصورة المنشورة هي لموظف في الكازينو؟ لا، هو لاعب بقلب كازينو لبنان، بس عمره صورة فوق السنتين. بدي أشكرك أنا مدير عام كازينو لبنان أستاذ رولان خوري. وزير الصحة حمد حسن كان أطلع أمس رئيس الجمهورية على آخر مستجدات الفيروس. بدي أطمن من عند فخامة الرئيس أنه الإجراءات اللي انعملت بمطار بيروت الدولي سابقا وحاليا ولاحقا هي إجراءات مسؤولة بتنسيق مباشر مع منظمة الصحة العالمية، وكان موضع حقيقة ثناء على هاي الإجراءات من المراجع المختصة. والإجراءات اللي عم نعملها إضافية اليوم مع الطائرة الإيرانية والطائرة الإيطالية تضمن عدم انتشار الوباء للكورونا إن وجد. السلطات الإيرانية والمطارات الإيرانية عملوا كشف صحي لكل المسافرين، نحن رجعنا أخضعناهم كمان لكشف طبي تاني. أي حدا عنده عوارض سيعزل مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، واللي ما عنده عوارض رايحين على حجر، ولكن هالمرة حجر بمنتجعات أو مراكز كشفية بالمناطق.
هذا وبقيت 4 حالات في مستشفى رفيق الحريري من أصل 34 حالة استقبلت، وجاءت نتائج الفحوص المخبرية ل 29 منها سلبية. وغادر 3 مرضى المستشفى بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، كل ذلك من أصل 3 طائرات، بينها 2 وصلتا من إيران وواحدة من إيطاليا. ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي طمأنت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة، وزارة الصحة، تلبي معايير المنظمة. نعمل خطة للاستجابة السريعة وبنفس الوقت للكنترول والبريفنشن للمرض. إن شاء الله تكون هاي الإجراءات كافية، وإحنا بمنظمة الصحة العالمية دورنا هو تقديم المساعدة الفنية. بالنسبة للطيارات اللي جاية من مناطق موبوءة حالياً، الريكومنديشن تبعت منظمة الصحة العالمية بتقول إنه الطيارة أول إشي لما بتنزل بالمدرج بيتم تفتيشها أو الكشف عليها من قبل فريق طبي. هلأ حالياً هذا الفريق الطبي موجود بالمطار، عم بيكون بالكشف على كل الطيارات اللي جاي من المناطق اللي ممكن تكون ريسكي. الريكومنديشن تبعتنا انه مش كل الطيارة بصير عليهم حجز او حجر او كوارنتاين مثل ما عم نقول. اللي بصير انه الاشخاص اللي عندهم سيمتوم هم الاشخاص اللي بيتم نقلهم الى مستشفى رفيق الحريري للحجر، للفولو اب، يعني للاوسو فور تيستينج. كوريا الجنوبية أعلنت عن 60 إصابة جديدة بكورونا، كما أعلن الاتحاد الدولي للتنس تأجيل البطولة التي كانت ستقام الشهر المقبل في كوريا الجنوبية بسبب انتشار الفيروس. وفي إيران اتهم النائب الإيراني المحافظ أمير أبادي فرهاني الحكومة الإيرانية بالتستر على حجم تفشي كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن عدد الوفيات يتجاوز 50 شخصا في مدينة قم وحدها، ومطالبا باستقالة وزير الصحة. وبعد ساعات من كلام النائب فرهاني، ذكرت وكالة إلنا أن النائب نفسه غادر البرلمان بعد تدهور حالته الصحية، وأوضحت أن عمالا في البرلمان عمدوا إلى تعقيم كرسي النائب وأغلقوا الممر الخاص بالصحفيين داخل البرلمان. حاكم محافظة قم لم ينفي وجود 50 وفاة، لكنه قال إن الإصابات قد لا تكون فقط بسبب الكورونا بل تشمل الإنفلونزا أيضا. وسجل العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس، معظمها كانت قادمة من إيران. ففي الكويت ارتفعت الحصيلة إلى 5 إصابات، وقررت السلطات إلغاء كل فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي حتى إشعار آخر للوقاية من انتشار الفيروس. في البحرين ارتفع العدد إلى 2، وسجلت سلطنة عمان أول إصابة فبادرت إلى تعليق الرحلات مع إيران. أما في إيطاليا فارتفع عدد ضحايا كورونا إلى 7 وفيات. وبسبب مخاطر تأثير انتشار كورونا، هبطت أسعار النفط في المبادلات الأوروبية بنسبة 4%. التشكيلات القضائية في عنق زجاجة مجلس القضاء بعد هذا الفاصل. الكورونا تباغت اللبنانيين، فهل من داع للهلع؟ ماذا عن الإجراءات الجدية التي تقوم بها الدولة لمكافحتها؟ وهل تكفي الأقنعة للوقاية؟ وما مدى جهوزية المستشفيات؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس قسم الأمراض المعدية الدكتور بيير أبي حنة، ومداخلات لرئيس لجنة الصحة النيابية.